منذ الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى عن بشر عاشوا في الماضي حتى نأخذ منها العبرة. كانوا جزءا من ماضينا ولنا حمل كنوزا كبرى من أحداث لا 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 من تاريخ لا 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 من أمثال ضربت حتى الآن لا 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 منذ زمان لا 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 وإلى الأجيال القادمة منذ الأزل كانت تروى منذ الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى عن بشر عاشوا في الماضي حتى نأخذ منها العبرة من أخطاء الغير نتعلم درسا مهما نمشي درب الخير حتى يصلح حال الأمة منذ الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى منذ الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى عن بشر عاشوا في الماضي حتى نأخذ منها العبرة. كان يا مكان في قديم الزمان كانت هناك مدينتان متجاورتان، وكان على كل منهما حاكم يحكمها، أحدهما يدعى قاسم. كان السلطان قاسم سخيا كريما لا يهتم لكنز الذهب والفضة، وكان دائم التصدق على الفقراء والمساكين. أما الآخر ويدعى حارس فكان على النقيض تماما، يهوى جمع المال والذهب، وكان بخيلا جدا. كان الحاكمان يزوران بعضهما مرة كل عام، يتحدثان في أمور بلادهما. وفي إحدى الزيارات، وفي قصر السلطان حارس بالتحديد، دار الحوار التالي بين الحاكمين. أخي قاسم، إذا أنت لا تهتم بجمع الذهب والفضة، إنها غير مهمة بالنسبة لك. عزيزي حارس، يبدو أنك قد أسأت فهمي. ما أريد قوله بأن الذهب والفضة ليسا غايتين، بل إنهما وسيلتان لقضاء حوائجنا فقط. حسناً، ولو حلت بمدينتك فاجعة ما، فكيف ستحصل على المال حينها؟ أخي حارس، إذا حدث هذا الأمر فسيكون قضاء الله وقدره، وأنا راض به تماماً ومقتنع. إذن فأنت تعتبر أن المال ليس غاية بل وسيلة، ولا تحب أن تقوم بجمع المال. نعم، إنه كذلك. كلا يا صديقي، أعتقد أنك مخطئ يا قاسم. اسمع يا صديقي، عندما تكون خزينة بلادك مليئة بالمال فإن البلاد ستكون قوية، والعكس هو الصحيح. نعم، فإن لم يكن بها مال كثير فستكون بلادك ضعيفة جدا. هذا هو واقع حياتنا في هذه الأيام، ويجب عليك أن تقتنع به. إذا كان ما تقوله صحيحا فسنقوم بعمل مسابقة بيننا، نجمع من خلالها المال، وبعد ذلك نرى من خزينته أكثر من الآخر وملأ بالمال. كلامك أضحكني، حيث إنك لو بقيت تجمع المال مدة 10 سنوات لما كان لديك القدر الذي لدي الآن يا عزيزي قاسم. عزيزي حارس، لم تعطني جوابا بعد، هل أنت موافق على المسابقة إذن؟ إذا كان الأمر كذلك، حسنا، أنا موافق. سنجتمع بعد سنة وسنرى حينها من منا الفائز، سوف أذكرك. كان السلطان حارس واثقا من نفسه، فهو يعلم أن ماله يكفي لكسب المسابقة، ولكنه رغم ذلك كان خائفا من كلام قاسم، وكان يتساءل في نفسه كيف سيجمع السلطان قاسم المال، وكيف كان يتكلم بكل هذه الثقة. لذا جلس السلطان حارس مع والده وأخذ يحدثه بشأن المسابقة بينه وبين قاسم،
كان حارس قلقا ومذعورا من المسابقة، وحاول والده أن يهدئ من روعه. اهدأ قليلا يا حارس. بني، لماذا أنت قلق بهذا الشكل؟ هدئ من روعك قليلا. لا أدري يا أبي، لا أدري، ولكن يجب أن أجمع مالا كثيرا جدا يفوق المال الذي سيجمعه قاسم بكثير. يجب أن أفكر في كل الاحتمالات، وكلما مضى الوقت زاد قلقي أكثر وأكثر. يكفي يا حارس يكفي، لقد أخبرنا الأشخاص الذين ذهبوا إلى مدينة قاسم بأن قاسم وسكان المدينة يعيشون حياة عادية، فلماذا كل هذا القلق؟ أنا لا أثق بهذا الكلام، إن الجواسيس الذين أرسلتهم يقولون بأنه ما زال يوزع المال على الفقراء، والله أعلم ماذا يدبر في السر. أنا لا أثق بما يصلني من أخبار. يجب أن أجمع المال الكثير حتى أفوز بالمسابقة يا أبي. عد إلى صوابك يا بني، انظر إلى نفسك وإلى ثروتك، فالله أعلم وحسب اعتقادي بأنك لن تخسر هذه المسابقة يا بني. مهما حدث يجب أن أفوز في هذه المسابقة، يجب أن أفوز. لا أظن بأن قاسم يعير للمسابقة أي أهمية، بل إنه لربما نسي كل شيء بشأنها. لن ينسى يا أبي، حتى لو كان ما تقوله صحيحا سأذكره بالمسابقة وأنا مهزنا في تفكيرك. يبدو لي أنك تتخيل أشياء لا وجود لها وليس لها أي أساس من الصحة. أنت واهم يا بني. حسنا يا قاسم، سأرسل الكثير من الجواسيس كي يقوموا بمراقبته، وسأقوم بجمع الكثير من المال. يجب أن أفوز في المسابقة. هذا العناد جعل حارس يهذي كالمجنون إلى درجة أنسته مصالح شعبه ولم يعد يلتفت لها. كان همه الأول جمع المال، وبدأ الناس يضجون من حارس وأفعاله، وأخذوا يتذمرون ويشكون. أما في مدينة قاسم فكانت الحياة على ما هي عليه، الناس يزاولون أعمالهم كالمعتاد ويحيون حياة هادئة، ويدعون للسلطان قاسم بطول العمر ودوام السعادة. وحان موعد المسابقة. اجتمع الناس في حديقة قصر قاسم، الكل يترقبون ما الذي سيحدث. وبدأ قاسم هادئا وواثقا، أما حارس فعلت وجهه الدهشة مما يرى في حديقة قصر قاسم. والآن يا عزيزي حارس، انظر بنفسك إلى كل ما يجري. لقد طلبت من الناس جميعا القدوم إلى هنا كي يشاركوني في إحضار المال وجمعه، وها أنت ترى بأنهم جميعا جاءوا كي يشاركوني ذلك بكل حب وسعادة وبدون مشاكل. أبي، لم أكن أتوقع بأنه سيستطيع جمع كل هذا المال. إن المال الذي بحوزته يفوق المال الذي بحوزتي. يبدو لي أنك خسرت يا بني. إذن سوف أطلب من شعبي أن يحضروا لي جميع ما يملكونه من مال ويأتوا به إلى قصري وبدون أي تأخير. حسنا يا عزيزي حارس، هذه هي خزينتي، هل يكفي هذا؟ ما هو قولك الآن؟ إنها كبيرة وكثيرة فعلا، ولكن ليست أكثر من خزينتي. سوف ترى ما لدي من مال، إنه يفوق توقعك يا قاسم. سوف نرى، والآن سأمر الناس بأن يقوموا بأخذ هذه الأموال. أبي، نعم، إن مال قاسم كثير، ما رأيك؟ هل سيعطيني شعبي مالا كالذي أعطاه شعبه له؟ أنا واثق بأن أموالك ستكون أكثر من أمواله. أنا واثق بأن شعبك سيعطيك المال الذي تريده، وسوف تفوز بإذن الله. ولم يهدأ بال حارس أبدا، وكانت الأفكار السوداء تراوده من حين لآخر. هل سيفوز؟ حسنا يا قاسم، انظر، هذه هي أموالي، إنها أكثر من أموالك. أنا الفائز في المسابقة، لقد فزت، لقد فزت في المسابقة، وتستطيع أن تتأكد من ذلك بنفسك.
أنت محق يا حارس، لا داعي للتأكد، فلقد ربحت أنت المسابقة وأنا خسرت. نعم لقد انتصرت وأنا الآن أغنى من الجميع. إن أردت الصدق لم أكن أتوقع بأن أفراد شعبك سيضعون أموالهم في كيس ويأتونك بها. لقد أمرتهم بذلك، ولا أحد يجرؤ على عصيان أوامري، ولو كان الأمر بأيديهم لما فعلوا ذلك، ولكن جنودي دخلوا البيوت وأخذوا كل ما فيها عنوة. أيا كان الأمر لقد فزت أنت. نعم لقد فزت عليك، لقد فزت عليك. كم هي جميلة هذه الأكياس، كما أنها مليئة أيضا. ولكن ما هذا؟ إنها حجارة وليست ذهبا، هذا غش. ما هذا؟ من أتى بهذه الحجارة إلى هنا؟ سأريكم، سأريكم. يبدو أنه قد غرر بك يا حارس. إنها خيانة يا قاسم، خيانة، ولن أتهاون مع الذي هزئ بي، لن أتهاون أبدا. لا تنفعل يا عزيزي حارس، فلم أكن أقصد إهانتك، ولكن انظر، إن عدم ثقة الناس بك جعلتهم يضعون الحجارة في الأكياس بدلا من الذهب. لقد خافوا بألا ترد أموالهم إليهم. ولكن الكل فعل ذلك ولم يقفوا إلى جانبي. نعم، فكل واحد ظن بأن الآخر ملأ كيسه بالذهب ولن يكشف أمره، فقام بوضع الحجارة بدلا من الذهب، ولهذا جاءوا وهم مطمئنون. وفي ذلك اليوم جلس قاسم وحارس وتحادثا معا، ولكن حارس لم ينس ما فعله الناس به، وكان يفكر بالانتقام منهم. وفي اللحظة التي غادر بها قاسم القصر، اسمع أيها القائد، في الصباح الباكر أحضر لي كل رجال المدينة، سوف يرون ما سأفعله بهم. سمعا وطاعة أيها السلطان. ولم ينم حارس في تلك الليلة، أخذ يفكر في طريقة ينتقم بها من الناس. وفي الصباح، ما بك أيها القائد؟ لماذا تقف صامتا؟ لقد ذهبوا، الكل ذهبوا، جميعهم ذهبوا يا سيدي. من هم الذين ذهبوا؟ الكل يا سيدي، أفراد الشعب غادروا المدينة ولم يبقى أحد فيها، المدينة خاوية يا سيدي. ماذا؟ هل جننت؟ هل فقدت عقلك؟ ما الذي تقوله؟ لقد خاف الناس من انتقام حارس، لذا فقد غادروا المدينة ليلا إلى غير رجعة، وذهبوا إلى مدينة قاسم، وبقي حارس وحده سلطانا بلا شعب، بقي وحيدا في قصره لا يغادره. وذات ليلة خرج حارس من قصره دون أن يراه الجنود، وبعدها لم يعثر له على أثر، ولم يسمع أحد عنه شيئا. فإذا سمعت أو شاهدت سلطانا يحب جمع المال وكنز الذهب والفضة، فقد يكون ذلك الشخص السلطان حارس. جمع المال ليس غاية يسعى لها الإنسان، وهذا في أكثر من آية ذكرت في القرآن، ذكرت في القرآن. المال وسيلة لنا يساعدنا في حياتنا، هكذا خلق الدنا الخالق الرحمن، الخالق الرحمن. جمع المال ليس غاية يسعى لها الإنسان، وهذا في أكثر من آية ذكرت في القرآن، ذكرت في القرآن. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت هناك مدينة سعيدة تعيش في هناء ووئام. لكن يا أحبائي، أينما وجد الخير فلا بد أن يوجد الشر. في هذه المدينة كانت تعيش مشعوذة شريرة، وكانت هذه المشعوذة تحلم بأن تتزوج من الحاكم لتصبح السيدة الأولى في المدينة. وكان سكان المدينة يسخرون منها ومن أنفها، ويشبهونه بمنقار الغراب. قررت المشعوذة أن تنتقم من أهل تلك المدينة،
فقامت باختطاف طفل صغير وابتعدت به عن المدينة وقامت بتربيته كي يكون الأداة التي تنتقم بها. حزن والدا ذلك الطفل على ضياع طفلهما حزنا شديدا، وأخذت والدته تبكي عليه زمنا طويلا إلى أن جاء وقت انتقام المشعوذة. ها قد أصبحت شابا قويا يعتمد عليك، وأريد أن أقول لك شيئا أخفيته عنك طيلة حياتك. استمع إلى ما سأقوله لك جيدا، فقد انتظرت هذه اللحظة منذ أن كنت صغيرا حتى أخبرك بالحقيقة. نعم يا أمي أنا أسمعك. أريد أن أخبرك بالحقيقة التي أخفيتها عنك، إنني لست أمك. لست أمي؟ ما هذا الذي تقولينه؟ أجل هذه هي الحقيقة، لقد اتخذتك ابنا لي وقمت بتربيتك، ومن حقك أن تعرف الحقيقة. يا إلهي ماذا تقولين؟ وما هذا الذي أسمعه منك؟ عليك أن تتقبل الأمر، هذه هي الحقيقة. لكنك ستبقين أمي، فأنا لا أعرف أمي الحقيقية. بالطبع لا تعرفها، مستحيل أن تعرفها. مستحيل؟ أخبريني، هل هي على قيد الحياة؟ أجل إنها على قيد الحياة. إذن قولي لي أين هي. سوف أخبرك، ولكن عليك أن تتملك نفسك أولا. حسنا حسنا أمي سوف أفعل. عليك أن تضبط أعصابك وأن تتحلى بالهدوء. لقد أقلقتني كثيرا، هيا أخبريني أرجوك. ولكن هل تعدني بأن تتقبل ما سأقوله لك الآن؟ بالتأكيد أعدك، تفضلي وقولي. الحقيقة هي أن أمك ليست من البشر. ليست من البشر؟ إذن ماذا تكون؟ إنها غراب. ماذا؟ قلت غراب، لابد وأنك تمزحين. إنني لا أمزح، هذه هي الحقيقة، أمك غراب. إذا كان ما تقولينه صحيحا فكيف يلد الغراب إنسانا؟ لقد كانت أمك من البشر، ولكن أحد المشعوذين قام بتحويلها إلى غراب. هكذا إذن؟ يا إلهي إن أمي عبارة عن غراب. يا الله ما هذا الذي أسمعه؟ عليك أن تساعديني في العثور عليها، لا أستطيع العثور عليها بمفردي. أرجوك ساعديني ولا تتخلي عني، فلن يهدأ لي بال حتى أعثر عليها. لا تقلق سوف أساعدك في العثور عليها، والآن استمع لي جيدا. إن ابنة السلطان تخرج كل يوم عند المساء كي تتنزه في حديقة القصر. إذا استطعت أن تجعل الأميرة تقع في حبك وتتزوج منك، فإنك بعد فترة من الزمن ستصبح سلطانا على البلاد، وسيكون الناس كلهم تحت أمرك، وحينها ستجعل جميع الناس يقومون بالبحث عن والدتك، وستكون فرصة العثور على والدتك كبيرة. أجل، ولكن هل ستعجب بي الأميرة بهذه السهولة؟ لا أعتقد أن الأمر سيكون كذلك. إنك مخطئ، عليك أن تظهر لها بصورة لائقة، وسأقدمك لها في أحسن صورة. حسنا أنا موافق، ولكن حذاري أن تخبر أحدا بأن أمك عبارة عن غراب. بالتأكيد لن أفعل. بعد عدة محاولات استطاع صديقنا أن يحظى بإعجاب الأميرة. لم يطل بهما الزمن حتى تزوجا وعاش في قصر السلطان، وبعد سنوات مات السلطان وأصبح الشاب سلطانا على البلاد. بما أن فكرة البحث عن والدته لم تغب عن ذهنه يوما، فقد أمر الشاب بعدم قتل الغربان ومنع ذلك منعا باتا، وكان جزاء كل من يقتل غرابا هو الإعدام. وهكذا كثرت الغربان في البلاد وحل الخراب، وأصبح الناس يتذمرون من هذه الحال المزرية ومن هذا الشقاء الذي حل بهم. صارت الغربان كالسحب السوداء فوق سماء المدينة، وأخذت تأكل الأخضر واليابس حتى أصبح الوضع لا يطاق. بالرغم من استياء الناس الشديد، إلا أن أحدهم لم يجرؤ على أن يمس غرابا بأذى، ووقعوا في حيرة من أمرهم. كان السلطان الشاب يخرج كل يوم إلى شرفة القصر يراقب الغربان، يتأملها معتقدا أن إحداها يمكن أن تكون والدته. أما المشعوذة الشريرة فقد أخذت تراقب وضع تدهور المدينة وهي سعيدة جدا، لأنها حققت مرادها وانتقمت من أهلها. وذات يوم ألقى جنود السلطان القبض على أحد الفلاحين لقيامه بقتل غرابين،
وجاءوا به مكبلا أمام السلطان ليقوم السلطان بمحاكمته. مولاي، هذا الرجل قام بقتل غرابين، ها هما أمامك، انظر إليهما. غرابين؟ وكيف يبدوان؟ كيف يبدوان؟ إنهما غرابان ميتان يا مولاي. ولكن انظر إليهما جيدا أيها الوزير. عفوا يا مولاي، إلى ماذا أنظر؟ انظر إليهما جيدا، هيا وأمعن النظر فيهما. لقد نظرت، إنهما عبارة عن غرابين ميتين. حسنا، زجوا بهذا الرجل في السجن، وفي الغد قوموا بتنفيذ حكم الإعدام به. سمعا وطاعة يا مولاي السلطان. أيها الوزير تعال معي أريدك. سمعا وطاعة. أيها الوزير قل لي ما هو رأيك؟ بماذا مولاي؟ الغربان. لا أدري ماذا أقول يا مولاي. حسنا، وماذا يقول الناس؟ عن ماذا؟ بشأن الغربان. لا أعلم، لا أحد يقول شيئا. حسنا أيها الوزير، أنت تعلم مقدار ثقتي بك، أريد أن أطلعك على سر مهم جدا. تفضل يا مولاي. لقد أصبح هذا الحال يقلقني، أنت تعرف والدتي. أجل يا مولاي. حسنا، إنها ليست والدتي الحقيقية. من هي إذن والدتك؟ في الحقيقة أمي عبارة عن غراب. ماذا؟ غراب؟ مولاي أنت تعب وبحاجة للراحة، أنا متأكد من هذا. لا لا، بل إنني على ما يرام أيها الوزير. اسمع، سأخبرك بكل شيء. والآن أخذ السلطان يقص على وزيره حكايته من أولها، وأخذ الوزير يستمع إليه بإمعان ويفكر مليا. لقد أخبرتك بكل شيء وأنا أشعر بالراحة الآن، هل سمعت وفهمت ما قلته؟ أجل، ولكن اسمح لي من فضلك، إنني لا أصدق ما حدث معك يا مولاي. ألا تعرف أحدا من أقاربك أو من معارف والدتك؟ لا أعرف، ولم أفكر أبدا في هذا الأمر. حسنا، أترك هذا الموضوع لي، سوف أقوم بدعوة والدتك. ولكن ماذا تريد أن تقول لها؟ ستستمع للحوار وأنت خلف الستارة. هاي أيها الجندي، تعال إلى هنا. أجل يا سيدي. اذهب وادعو لي أم السلطان، وأحضر لي أحد الغرابين الميتين في الحال، هيا. سمعا وطاعة يا سيدي. لماذا دعوتني أيها الوزير؟ لقد أقلقتني كثيرا. عذرا يا سيدتي، لا أدري ماذا أقول لك. هل ترين هذا الغراب؟ بالتأكيد أنني أراه جيدا. هل دعوتني كي أرى هذا الطائر القذر؟ لا تقولي هذا، إنها والدة السلطان. اخرس، فأنا والدة السلطان، ألا تعرف؟ وأنا أيضا كنت أقول ذلك، ولكنها أخبرتني قبل أن تموت بأنها والدة السلطان. ما هذه الحماقة التي تقولها؟ إنها الحقيقة، سأخبر السلطان بوفاة أمه كي يسمح لنا بقتل الغربان الأخرى في هذه المنطقة يا سيدتي. لا لا، لن تفعل ذلك، فأنت تكذب، إن أم السلطان ليست بغراب. حسنا إذن، ولكن إن لم تكن غرابا ماذا تكون؟ حسنا، إنها بشر مثلنا، لكن لا تخبر أحدا بذلك. هكذا إذن. أه؟ سحقا لك، لقد كذبت علي أيتها المخادعة السيئة. لقد خدعتماني أنتما الاثنان، خدعتماني. أيتها المخادعة، يجب أن تقتلي، ولكن بما أنك قمت بتربيتي فلهذا لن أقتلك. أيها الحراس، ضعوها في السجن إلى أن تعترف بالحقيقة. عفو عني يا سيدي، وسأعترف لك بالحقيقة بأكملها. بعد أن انكشفت حيلة المشعوذة، اعترفت للسلطان بكل شيء، وتمكن السلطان من العثور على والديه اللذين فرحا به كثيرا، وقام الناس بالتخلص من الغربان، وعاد الرخاء والرفاه ليملأ المدينة، وعادت السعادة تغمر جنباتها. الدنيا تسير كما فطرها الله عز وجل، أناس جاءوا وأناس ذهبوا،
الجبال راسخة في مكانها، والسيول تجري في الوديان، الأشجار لا تزال تحمل الثمار، والنحل لا يزال يجني العسل، والليل والنهار يتعاقبان. كانت هناك أحبائي مدينة سعيدة، يحكمها سلطان كبير في السن يحبه الناس لعدله وسعة قلبه وإحسانه، ولكن المرض داهمه وأصبح طريح الفراش، ولم يعد يقوى على الوقوف، مما أحزن الناس. وقد عجز الطب والدواء عن علاجه، فلم يترك هذا السلطان طبيبا إلا واستعان به، ولم يترك دواء إلا وجربه. ولكن هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ وأصبح الشيخ السلطان يضعف يوما بعد يوم، وأحباؤه يرقبون مرضه ويتمنون له الشفاء. وفي أحد الأيام جاء شخص من مكان بعيد وطلب المثول أمام ابن السلطان، فاستقبله لعله يجد لديه شفاء أو يلمس لديه حاجة. تفضل أيها الغريب وأخبرني، ما الذي جاء بك إلينا وماذا لديك؟ سيدي، لقد علمت بنبأ مرض والدكم المحبوب وما ترددت في الحضور. فقد سرت ليل نهار ولمدة أسبوعين حتى أصل إليكم قبل فوات الأوان، وقد أصبحت خيولي الأربعة في حالة يرثى لها، وأحمد الله أن تعبي لم يذهب سدى، فقد وصلت قبل فوات الأوان. إذن أيها الغريب فأنت طبيب على ما أعتقد. لا أيها السلطان، أنا لست طبيبا، ولكنني أملك علاجا لا يوجد له مثيل في كل الدنيا. لا أظن، فنحن لم ندع طبيبا في أطراف هذا العالم إلا وأحضرناه، ولم نترك دواء إلا وجربناه، ولكن دون فائدة ترجى، فكيف أثق بك ولست طبيبا؟ لابد أن تثق بي يا سيدي، ثق بي، ففي هذه الدنيا الكثير من الأمور التي لا يمكن لنا أن نعرفها إلا بعد أن نجربها. قل لي أيها الغريب، ما هو هذا العلاج الذي سوف تعطيه لوالدنا السلطان المريض؟ سيدي، هذا العلاج عبارة عن ثمرة فريدة من نوعها، وهي تنمو على شجرة فريدة من نوعها، وهذه الشجرة تدعى بشجرة الخلود. قل لي، لماذا كشفت لي سر هذه الشجرة الآن؟ سيدي، أريد أن أطلب منك شيئا، أمل منك أن تبقي سر ثمرة الخلود بيننا إلى أن يتعافى والدك السلطان بإذن الله تعالى. ولكن لماذا تكشف لي سر ثمرة الخلود؟ ما الذي تريده بالمقابل؟ أنت لا تعلم يا سيدي كم يحتاج المال من يعيش هذه الحياة وهو فقير الحال ولا يملك شيئا. إذن أنت تريد المال مقابل هذا العلاج؟ نعم يا سيدي، مقابل علاج السلطان أريد 10 أكياس من الذهب. 10؟ هذا كثير، ولكن حسنا، علاج والدي أهم من كل المال. أرني هذه الثمرة أيها الغريب، سأعطيك ما طلبت من المال إن نجحت بعلاج والدي. حسنا يا سيدي، ولكن هناك شيء هام جدا، بما أنك وافقت على إعطاء أكياس الذهب 10، أريدك أن تعدني أن لا تبوح لأحد بهذا السر أبدا، فقد أخفيت هذه الثمرة في مكان ما خوفا من وقوعها في يد أحدهم. أعدك بذلك، ولكن أريد رؤية هذه الثمرة أولا. أنت موافق على إعطاء أكياس الذهب 10؟ حسنا أيها الغريب، ولكن بعد أن يتعافى والدي من مرضه. يا سيدي، أريد الذهب أولا، فأنت لا تعلم مدى حاجتي له، ولولا ذلك لما بحت لك بسر الثمرة. حسنا إذن، عجل بالسفر ولا تضيع الوقت. سمعا وطاعة يا سيدي. وركب الغريب حصانه وخرج مبتعدا عن المدينة حتى غاب عن الأنظار. وفي اليوم التالي عاد الغريب إلى المدينة وهو يحمل كيسا فيه حبوب صغيرة، وأخذ يشرح لابن السلطان كيفية تحضيرها للسلطان المريض. حسنا يا سيدي، عليك أن تذوب حبة من هذه الحبوب كل يوم مع الحليب وتسقيها لوالدك، وخلال 10 أيام سيقوم سليما معافا بإذن الله.
ولكن عليك أن تقوم بهذا الأمر بنفسك ولا تخبر أحدا. سأفعل ذلك أيها الغريب، ولكن لن يؤذن لك بالخروج من القصر إلا بعد شفاء السلطان، أي بعد 10 أيام. ولكن يا سيدي، أنا بحاجة ماسة إلى الذهب وإلى المغادرة، وإلا لما أخبرتك بهذا السر أبدا. ولكن إن كنت محتالا فما العمل؟ أنا يا سيدي لم أكذب طوال 150 عاما. 150 عاما؟ أتقصد أن عمرك 150 عاما؟ ألا يبدو علي ذلك؟ لا بد أنك تمزح، فأنت لا تتجاوز 35 عاما أو 40 عاما. إن تخمينك صحيح يا سيدي، ولكن منذ أن أصبحت في عمر 40 بدأت آكل من هذه الثمرة كل يوم وبدون انقطاع، لذلك لم تتغير ملامحي حتى الآن يا سيدي. حقيقة كلامك لا يصدق، ولكن لا خيار أمامي سوى أن أصدقك أيها الغريب. وإذا أعادت هذه الحبوب إلى أبي صحته فإن هذا سيكون عملا رائعا. طبعا يا سيدي، ولكن بشرط أن لا تخبر أحدا. حسنا أيها الغريب، لن أخبر أحدا أبدا، وسأعطيك الذهب، ولكن أريد رؤيتك بعد 10 أيام. بالتأكيد سأعود يا سيدي، لا تقلق أبدا. ولم تكتمل الأيام العشرة فقد فارق السلطان الحياة في اليوم الثامن. حزن ابنه عليه حزنا شديدا، وعم الحزن أرجاء المدينة. ومرت الأيام كلمح البصر، وأصبحت ذكرى وفاة السلطان في طي النسيان. أما ابنه فلم ينس أبدا ذلك الغريب الذي احتال عليه وأعطاه تلك الثمار، مدعيا أنها ثمار الخلود، فقد أحس أنه تعرض للاحتيال. ولم تهدأ همته عن البحث عن ذلك الغريب، لكن دون جدوى. وبعد مرور عام جاء الغريب ثانية إلى القصر وطلب الإذن بالدخول على السلطان، فأذن له السلطان بالدخول. سيدي، أولا أرجو أن تتقبل عزائي بوفاة والدك السلطان، وأرجو أن تقبل اعتذاري كما أطلب السماح منك يا سيدي. على ماذا أسامحك أيها الغريب؟ على كذبك علي وأخذك الذهب، أم على وعدك أن تعود بعد 10 أيام؟ لقد مات أبي وأنت عدت برجليك لتنال عقابك. سوف أقطع رأسك. لا تغضب يا سيدي، نعم لقد كذبت عليك، لأن تلك الثمرة تفقد فاعليتها إذا مر على عمر الإنسان 40 عاما، وقد كنت أعلم بأنها لن تفيد والدك، ولكن لحاجة الماسة للنقود فعلت هذا، وها أنا قد عدت ومعي المال لأرده إليك يا سيدي. ترد المال؟ والثمرة يبطل مفعولها بعد 40 عاما. نعم يا سيدي، فالإنسان إذا تعدى سن 40 يكون من الصعب الرجوع به إلى الوراء، ولو كان عمر والدكم السلطان 40 سنة لنجا من المرض دون شك. عمري 35 عاما. أعلم بهذا يا سيدي، لقد سألت وعرفت، ولهذا جئت لأرد المال، وجئتك أيضا بالثمار التي تكفيك للعيش 100 سنين. ولا تريد أي مقابل؟ لا يا سيدي، يكفيني أن أكون صديقك وقريبا منك، حتى وإن كنت أكبر منك 115 عاما، فأرجو أن تعتبرني أخا لك. بالطبع أنت أخي وصديقي، وأنا أطلب السماح منك، فقد اعتبرتك كاذبا ومحتالا. أرجو منك أن تسامحني يا أخي على سوء ظني بك. على الإطلاق يا سيدي، فقد أخطأت أنا أولا. من الأفضل لنا أن يسامح كل منا الآخر. أنا نسيت الأمر يا سيدي، ولهذا جئت كي أطلب السماح منك ولكي تنسى فعلتي. لا عليك، لقد نسيت ما حدث، وأنا فعلا عاجز عن شكرك لإحضارك هذه الثمار لي. لو كانت هذه الثمار سببا لتعفو عني فأنا في قمة سعادتي. وأكياس الذهب التي أخذتها منك سلمتها لرجالك يا سيدي. لماذا فعلت هذا؟ لا أريد منك أن ترد لي الذهب، إن هذه الثمار تساوي الكثير، وبعد 10 أيام سأكون مدينا لك بحياتي. أعرف جيدا يا سيدي أن هذه الثمار تساوي الكثير، ولكنك لن تعطيني كنوز القصر كلها، لأن حصاني لا يحمل أكثر من 100 كيس من الذهب.
خذ معك ما تستطيع حمله، وإذا نفد منك فارجع إلي لتأخذ المزيد من المال. ولكن يا سيدي، لا أريد أن يعرف أحد، سواء أكان داخل القصر أم خارجه، مقابل ماذا أخذت كل هذا المال؟ لا تقلق، لن أخبر أحدا بالأمر. خذ من المال ما تريد، وإذا نفد مال القصر حينها يحق لك أن تقوم ببيع هذه الثمرة لغيري. اتفقنا؟ لن أبيعها يا سيدي لأحد طالما أنت على قيد الحياة. المال الذي سوف تعطيني إياه سوف يجعلني أعيش أسعد مدة في حياتي، فالإنسان إذا عاش دون مال فلن يعيش سعيدا في حياته. صدقت يا أخي، والآن ليعدوا لنا الطعام ولنجلس ولنأكل، وبعدها نتناول الثمار، ثم تسافر بعد ذلك إلى حيث تشاء. رعاك الله يا سيدي السلطان. أنت أخ وصديق من هذه اللحظة. سوف أكون عند حسن ظنك إن شاء الله. لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. فالإنسان الأحمق لا ينفعه جاهه ولا سلطانه، بل يكون وبالا عليه، تماما كما صدق هذا السلطان المسكين ذلك المحتال. فأينما وجد الحمقى وجد المحتالون من أمثال هذا الغريب. لو فكر هذا السلطان قليلا لتذكر أن الله جعل لكل نفس نهاية، وكل نفس ذائقة الموت. لو تذكر ذلك لما خدع مرة أخرى، ولكنه صدق أنه في هذه الدنيا يمكن أن يجد الخلود، ونسي سنة الله في خلقه. لكل داء في الدنيا دواء، إلا الحماقة ليس لها دواء. ذاك المريض بها لن تلمحا، يوما عليه بوادر الشفاء، بوادر الشفاء. من كان يسكن الوهن في قلبه، فمن إذا يقوى على شفائه؟ من أين يأتي بالدواء؟ من أين يأتي بالدواء؟ لكل داء في الدنيا دواء، إلا الحماقة ليس لها دواء. ذاك المريض بها لن تلمحا، يوما عليه بوادر الشفاء، بوادر الشفاء. قصتنا في هذا اليوم يا أحبائي عن سلطان هذه المدينة. قد يتبادر إلى الذهن أن السلطان إنسان ظالم مستبد، لكن في الحقيقة كان سلطان هذه المدينة رجلا طيب النفس جميل الطبع، يفيض بالحكمة، يحب الخير، ويبحث عن سمو الأخلاق ونقاء النفس. وفي أحد الأيام قرر السلطان أن يقوم باستبدال ملابسه الفخمة بثياب رثة بالية توحي بالفقر وضيق ذات اليد، كما بدل حصانه الأصيل الذي يعدو بسرعة البرق بحمار ضعيف هزيل لا يقوى على السير لأكثر من بضع ساعات. كان من يراه يظن أنه متسول فقير، فمن يصدق أن رجلا بهذا المظهر يمكن أن يكون هو السلطان؟ أخذ السلطان يسير ويسير إلى أن وصل إلى بستان قروي يعمل في الأرض. السلام عليكم أيها الأخ القروي. أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت غريب أليس كذلك؟ أنا لست غريبا، فأنا من هذه المقاطعة يا بنائي. أهلا بك. وهل اشتريت هذا الحمار من هنا؟ كلا، لم أشتره. في الحقيقة إنه من حمير قصر السلطان. سبحان الله، وماذا يفعل حمار ضعيف كهذا في قصر السلطان؟ هناك لا ترى إلا كل ما هو جيد، وصدقني لا يملك مثل هذا الحمار إلا أناس مثلي ومثلك. وإن أردت الصدق فنحن حتى لا نملك مثله. إن أردت هذا الحمار يمكن أن أعطيه لك، هل تريده؟ يا لهذا الرجل المسكين، بدل أن ينظر إلى حاله يريد أن يعطيني هذا الحمار. دعه لك، إن عدم وجوده أفضل، لا أريده. شكرا جزيلا لك. حسنا حسنا، ألا يوجد لديك قليل من الخبز والطعام؟ أشعر بالجوع. حصلت على هذا الحمار من قصر السلطان ولم تحصل على الخبز؟ حسنا،
انزل من على الحمار ودعنا نجلس في ظل هذه الشجرة، فأنا أيضا أشعر بالجوع أيها الشيخ الطيب. شكرا لك أيها القروي، فأنا فعلا أحس بالتعب من كثرة الجلوس على ظهر هذا الحمار. أنت تعبت من الجلوس على ظهر الحمار، فكيف هو حال هذا المسكين؟ دعه يأكل ويملأ معدته، فلا بد أنه تعب من السير وأنت على ظهره، فعليه أن يأكل ويرتاح. حسنا حسنا، لا تقلق علي، تفضل وكل. ما أطيب رائحة هذا الخبز، منذ مدة لم أكل مثله. عجبا، من يراك يظن أنك عشت بنعم المدينة. عشت بنعم، ولكنني لم أذق مثل هذا الخبز منذ زمن. إذن تفضل وكل ما تريد وقدر استطاعتك، فلدي والحمد لله الخير الوفير. بوركت وجزاك الله كل الخير. وبعد أن أكل السلطان وشرب الحليب، شعر براحة كبيرة. الحمد لله، شكرا لك أيها القروي، لقد شبعت واكتفيت. اعذرني لأني أطعمتك الخبز فقط ولم أطعمك مأكولات شهية أخرى أيها الشيخ، فهذه استطاعتي. لا، فالإنسان الذي لا يقنع لن يشبع ومهما أكل من ألذ المأكولات. لن يشبع، ما هذا القول أيها الرجل؟ نعم، لن يشبع، لأن القناعة كنز عظيم، ومن لا يمتلكها سيبقى يطلب الأكثر والكثير دائما. لا أعتقد أن هذا صحيح، فأنا مثلا لو حصلت على حمار كهذا، فهل كنت سأطمع بأفضل منه؟ بل لو حصلت على حمار ستطمع بأن تحصل على حصان. نعم، أطمع في الحصول على أفضل منه. ثم ستطمع بالحصول على عربة. لا، لا أريد حصانا ولا عربة، فلو حصلت على حمار فهو يكفيني، فأنا شخص قنوع. لو كنت إنسانا قنوعا فأنت أغنى شخص، ولو كنت إنسانا غير قنوع فستكون أفقر رجل في العالم كله. إنك تقول كلاما جميلا، يبدو أنك مررت بتجارب كثيرة في حياتك يا صديقي العجوز الحكيم. أنا سعيد لأن كلامي أعجبك، فكما ترى أنا رضيت بهذا الحمار لأنني إنسان قنوع وأؤمن بأن القناعة كنز لا يفنى. كلامك رائع أيها الشيخ، وأنا أحب أن أكون رجلا قنوعا. إن كان الأمر كذلك فلي عندك رجاء، خذ هذا الكيس واحتفظ بنصفه لك، وقم بتوزيع النصف الآخر على الفقراء والمساكين. هل تريدني أن أوزعه على الفقراء؟ وهل هناك من هو أفقر منك؟ احتفظ به لنفسك، فقد تحتاجه أيها الشيخ المسكين. اسمعني جيدا، لا أريد أن أحمل الحمار المسكين هذا الكيس مرة أخرى، فخذه وإن لم يعجبك فارمه. حسنا، إذن دعه هنا في مكانه واذهب في أمان الله. حسنا، والآن مع السلامة. مع السلامة، في أمان الله. وبقي الكيس في مكانه لعدة أيام، إلى أن جاءت زوجة القروي ورأت الكيس. زوجي العزيز، هل هذا الكيس لك؟ هذا الكيس لرجل غريب جاء قبل عدة أيام مع حماره، وقال خذ نصفه لك والنصف الآخر وزعه على الفقراء. مسكين هذا العجوز، يتصدق وهو بحاجة إلى من يتصدق إليه. ماذا سنفعل بأشياء هذا الفقير؟ سوف نوزعها كلها على الفقراء. لا أظن أن فيه شيئا نافعا نوزعه على الفقراء، ولو كان فيه شيء نافع لما تركه، فالكيس في حالة يرثى لها. إن كان كذلك فسوف أحمله وأرميه في مكان آخر، لا أريده أن يبقى هنا. كم هو ثقيل. طبعا ثقيل من كثرة القذارة والدهون التي على ملابس ذلك العجوز. لقد أخذني الفضول، أريد أن أرى ما بداخله. ما هذا؟ يا إلهي، إنه ذهب، إنه ذهب يا زوجي العزيز، إنه ذهب. تعال وانظر بسرعة، صدقني إنه ذهب، أنا متأكدة. تعال، دعينا من هذا الكلام ونظفي يدك من هذه القذارة وأسرعي لتساعديني في العمل. إنه ذهب، تعال وانظر، إنه ذهب، أنا لا أكذب. إنها حجارة، هذه حجارة يا امرأة، ما بك؟ إنه ذهب، أقسم إنه ذهب، تعال، أنا متأكدة، تعال وانظر، هيا بسرعة، تعال، أقول ذهب. لابد وأنه قد حدث لها شيء، انتظري، ها أنا قادم. ماذا؟
إنه ذهب حقيقي، معقول؟ ولكن أهو الكيس الذي تركه العجوز؟ أنا لا أصدق. إنه نفس الكيس، انظر إنه ذهب أجل. ماذا؟ ذهب وفي نفس الكيس؟ هذا مستحيل. إنه نفس الكيس. ماذا؟ لابد أن أحدا ما غيره، ولكنه يشبه كيس العجوز تماما، أنا متأكد، صدقيني. ما الذي تقوله؟ لكن أحدا لم يأتي ليغير الكيس. إذا لم يكن أحد قد غير الكيس كما تقولين، فمن الذي ملأه بالذهب؟ لابد أن في الأمر سرا. أمن المعقول أنني أحلم؟ لا لا، إنه ذهب. انتظري أيتها المرأة، فنحن بالتأكيد نعيش حلما. هل من المعقول أننا نرى كيسا مليئا بالذهب؟ لا تقلقي يا زوجتي العزيزة، فسنصحو من هذا الحلم أكيد. ليس حلما، إنها حقيقة. أجل، الحمد لله. هل أنت متأكدة؟ دعيني أراه. ولكن لماذا تقرص نفسك يا زوجي العزيز؟ أريد أن أتأكد أنه ليس حلما، إنها حقيقة، إنه ذهب حقيقي. إذا دعينا نخبئه. كيف أهملته طيلة هذه الأيام؟ إنني رجل مغفل، حتى أنني لم أنظر ما بداخله. سنفكر سويا بما سنفعل. وأخذ القروي المسكين وزوجته كيس الذهب بخوف وحرص إلى البيت، ووقع في حيرة من أمرهما، كيف يخبئان كيس الذهب؟ وفي تلك الليلة لم تذق عيونهما طعم النوم حتى الصباح، وفي اليوم التالي أيضا بقيا على حالهما تتملكهما الحيرة، كيف يخبئان الذهب؟ وأخذ ينقلانه في البيت من زاوية إلى أخرى، ومن هنا إلى هناك، حتى أنهما نسيا كل شيء، نسيا حيوانتهما دون طعام، بل نسيا نفسيهما، فلم يأكلا شيئا إلى أن توصلا إلى قرار، لقد اتفقا على دفنه. حسنا يا عزتي، ها قد دفناه بشكل جيد. نعم، ولكن ألا تريد أن توزع نصف هذا الذهب على الفقراء كما طلب الغريب؟ اصمتي ولا تنطقي بكلمة الذهب، بل قولي تلك الأشياء ولا تقولي ذهب، هذا واضح؟ حسنا حسنا، أنا أردت فقط أن أقول لك، ألا تريد أن توزع نصف هذه الأشياء على الفقراء؟ ماذا؟ من قال ذلك الكلام؟ أنا لم أسمع به من قبل. أنت قلت ذلك، قلت إن الغريب طلب منك أن توزع نصفه على الفقراء. لا يا عزيزتي، أخطأت الفهم، يوجد لدينا الآن 2000 من الأشياء، أليس من المحزن أن نوزع 1000 منها على هذا وذاك؟ فلو كان ذلك العجوز الغريب يعلم أن في الكيس ذهبا، ترى هل كان سيتركه لنا؟ طبعا لا، وأنا لن أوزع شيئا. منذ ذلك اليوم أصبح القروي يشك في كل الناس ويعتقد أنهم يطمعون بالذهب، وساءت علاقته مع أقربائه وجيرانه، بل حتى مع زوجته. وفي أحد الأيام بينما هو جالس بالقرب من المكان الذي دفن فيه الذهب، جاء إليه السلطان على نفس هيئته الأولى وعلى نفس الحمار. هيا أيها الحمار، ما بك تعبت؟ السلام عليكم أيها الأخ القراوي. أهلا. وعليكم السلام، من أنت أيها الرجل؟ وماذا تريد مني؟ من أنا؟ ألم تعرفني؟ لا، لم أعرفك أبدا، من أنت؟ إذا كنت لا تعرفني، ألا تعرف الحمار الذي أركب عليه؟ إن كنت لم أعرف صاحب الحمار، فكيف لي أن أعرف الحمار؟ يبدو لي أنك لا تعرف أي شيء. حسنا، أنت إنسان غير قنوع، بدل أن تأخذ 1000 طمعت 2000، ولو كانت 4000 لاحتفظت بها كلها. والآن أريد أن أخبرك بأنني سلطان هذه المدينة. ماذا؟ أنت السلطان؟ نعم، ولأنك لست إنسانا قنوعا فسوف أخذ منك الذهب الذي أعطيته لك، وليكن هذا درسا لك. ألتمس العفو منك أيها السلطان، أنت محق، فذلك الذهب قد سلب مني راحة الليالي. طبعا يسلب منك راحة الليالي، فلو احتفظت بنصف الكيس ووزعت نصفه الآخر لكان يكفيك طوال عمرك. والآن سوف أعطيك هذا الحمار الذي لم يعجبك، هل ستأخذه أم لا؟ نعم بالطبع سأخذه أيها السلطان، فبعد هذا الدرس تعلمت بأن أرضى بهذا الحمار. إذن خذه فهو لك، ولكن اغسله فورا، وعندما تذهب الصبغة عنه سوف ترى أنه من أجمل الحمير الموجودة في البلدة.
جزاك الله خيرا يا سيدي، لقد عرفت وتعلمت معنى القناعة، صدقني أيها السلطان. القنوع يصل إلى ما يريد، أما الطماع فلا يصل إلى مراده أبدا. القناعة دائما كنز لا يفنى، والإنسان القنوع لن يندم أبدا، لن يندم أبدا. أما الطمع فإنه يضر لا ينفع، خاب من صاحبه وفاز من عادى، وفاز من عادى. القناعة دائما كنز لا يفنى، والإنسان القنوع لن يندم أبدا، لن يندم أبدا. سأروي لكم يا أحبائي قصة توضح كيف أن الغنى هو غنى النفس، وأن القناعة كنز لا يقدر بثمن. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك سلطان يحب جمع الأموال. كان هذا السلطان لا يهتم إلا في كيف يزيد ثروته وماله، وكان لهذا السلطان وزير حكيم. كان هذا الوزير دائم التفكير في شؤون شعبه، وكان يدعو الله في سره أن يستعيد السلطان رشده ويهتم بمصالح شعبه، بدلا من أن يثقل كواهلهم بالضرائب والمكوس. وفي يوم من الأيام أرسل السلطان في طلب وزيره كي يمثل أمامه، فقد أراد أن يخبره بأمر كان قد عزم عليه. أريدك أن تقوم بتحصيل الضرائب المستحقة على المواطنين. عفوا يا سيدي، ولكنك كما تعرف السماء لم تمطر لهذا العام، ولذلك فإن المحصول لم يكن كباقي السنوات. إن المواطنين بالكاد يستطيعون تدبر أمور معيشتهم، اصبر عليهم يا مولاي حتى السنة القادمة. ماذا تقول؟ وما شاني إذا كان محصول هذا العام سيئا؟ لا تغضب يا سيدي، إذا صبرت قليلا حتى السنة القادمة فسيكون المحصول أفضل إن شاء الله، وسيدفع الناس ما عليهم. لا لن أفعل، أخبرهم بأن لديهم بضعة أيام ليتدبروا أمرهم ويسددوا ما عليهم. ولكن يا سيدي. نفذ ما أمرتك به فورا. كما تأمر يا سيدي. وغادر الوزير الحكيم القصر، وأخذ يفكر في طريقة يخلص بها الشعب المسكين من هذا المأزق، ويجعل السلطان يشعر مع شعبه ويترك طمعه وجشعه. لذا توجه إلى الناس وحثهم على العمل، ثم عاد إلى السلطان وقد خطرت بباله فكرة. سيدي السلطان، أحضرت شيئا معي سينال إعجابك وسرورك وسيخفف من غضبك، بل سيجعلك تنسى موضوع الضرائب على الأقل فترة من الزمن. ماذا قلت؟ وما الشيء الذي سيصرفني عن المطالبة بالضرائب؟ سيدي السلطان، إنه كنز ثمين وكبير، كنز لا يعلم بمكانه أحد. ماذا ماذا؟ أعد ما قلته. كنز ولا يعلم بمكانه أحد؟ أجل يا سيدي، إن هذا الكنز مدفون في أحد الحقول الموجودة على أطراف المدينة، ولا يعرف أي شخص بأمر هذا الكنز. وهو يا سيدي كنز كبير، ولقد دفنه أحد السلاطين القدماء في تلك المنطقة كي لا يعثر عليه أحد. إن لدي الخارطة التي تشير إلى مكان هذا الكنز يا سيدي. تفضل يا سيدي الحاكم، هذه هي خارطة الكنز، إنه كنز كبير. هل أنت متأكد مما تقول؟ هل هذا الكنز موجود فعلا في أطراف المدينة أيها الوزير؟ وهل هذه الخارطة تشير إلى مكان الكنز بالتحديد؟ هل أنت متأكد من هذا الأمر؟ أجل يا سيدي، أنا متأكد من ذلك، الكنز موجود فعلا في حقل يقع على أطراف المدينة، وهذه الخارطة تدلك على مكانه. تفاجأ السلطان بنبأ الكنز، ولما جن الليل خرج متنكرا ومعه الخارطة، وذهب يبحث عن الكنز. وكان الوزير يراقب ما يجري، ومضى السلطان في طريقه حسب ما تدل الخارطة حتى وصل إلى الحقل الذي يوجد فيه الكنز. وهناك
وجد رجلا عجوزا يقوم على فلاحة أرضه، وكان اللقاء بينهما. السلام عليكم أيها الفلاح الطيب. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مسافر من بلاد الله الواسعة، وحطت بي قدماي هنا. مرحبا بك أيها الأخ الطيب وعلى الرحب والسعة. شكرا، جزاك الله خيرا. سامحني إن كنت قد ضايقتك. ما الذي تقوله يا أخي؟ سنتقاسم الطعام وأرجو أن تعذرني، فحاكمنا لم يبقي لنا شيئا. ولكن الذي أعرفه هو أنكم لم تقوموا بدفع ما عليكم من ضرائب لهذه السنة. ومن أين لنا المال يا أخي؟ إن هذه الأرض هي كل حيلتنا، ومحصولنا لهذا العام لم يكن جيدا. أليس من الأولى أن يتم إعفاؤنا من الضرائب؟ ولكن إذا تم إعفاؤكم فماذا سيفعل السلطان بشأن الالتزامات المترتبة علي؟ أي التزامات يا أخي؟ إن كل ما يهمه هو جمع المال وكنز الذهب، إن هذا هو كل همه، إنه لا يشعر بما نعانيه من ضيق في حياتنا أبدا. أنت مخطئ، دولة دون التزامات؟ التزامات بسيطة، إن لدى السلطان أموالا لا تأكلها النيران، والكل يعلم بأنه لا يهتم سوى بجمع المال، إنه طماع وأناني. حسنا يا أخي، كما ترى إنني متعب وأحتاج إلى الراحة وبعض الطعام. حسنا، تفضل قطعة الخبز هذه ورجاء اعذرني. عجيب أمرك، لديك هذا الحقل وتعطيني كسرة خبز؟ الحمد لله الذي يسر لي قوت يومي، ليس المال أو الطعام غاية الإنسان. كلامك جميل، ولكن ألا تعتقد معي بأن المال مهم في حياتنا ويقينا من قسوة الفقر وشدة الحاجة؟ اسمع يا أخي، إن الفقر ليس عيبا، وما الفقر إلا فقر النفس. على الإنسان أن يكون قنوعا بما قسمه الله له، فالقنوع يملك الدنيا بقناعته، والقناعة كنز لا يفنى أبدا. أجل، ولكن هذا لا يقلل من أهمية المال، فهو مهم جدا في حياتنا. أود أن أسألك سؤالا يا أخي، ما فائدة جمع المال وكنزه لغيرك؟ سيفنى الإنسان وستبقى أمواله خلفه. أليس من الأولى إذن طلب مرضاة الله بدلا من هذا؟ حسنا يا أخي، هذه وجهة نظرك. هداك الله يا أخي، هناك الكثير من الناس ممن كنزوا أموالهم وماتوا، وجاء أشخاص آخرون ليتمتعوا بها. ما الذي استفادوه حين جمعوا كل تلك الأموال ثم آلت لغيرهم؟ لو دامت لك لما آلت لغيرك. ماذا؟ ماتوا وجاء أشخاص آخرون؟ فعلا تقول الصدق. أرجو أن تعذرني مجددا لأنني لن أستطيع أن أفيك حق الضيافة يا أخي. لا لا أبدا، أرجوك، أنا ممتن وشاكر أيضا. أرجوك يا أخي، أريدك أن تشعر كأنك في بيتك، وإذا احتجت إلى شيء فلا تتردد. جزاك الله كل خير، أنت طيب وكريم أيها الفلاح، وشكرا لحسن ضيافتك لي. على الرحب والسعة، على الرحب والسعة. أخبرني يا أخي، هل ستمكث لبعض الوقت في مدينتنا أم ماذا؟ أرجو أن لا تسيء فهمي، فأنت مرحب بك على الدوام. بصراحة الليلة فقط، وغدا سأواصل مسيري. تفضل قطعة الجبن هذه، إنها كل ما أملك، إنها حصتي، أنا لا أشعر بالجوع، تفضل. وأخذ السلطان يفكر في كلام الرجل العجوز عن القناعة وغنى النفس، وكيف أن العجوز قد أعطاه كل ما يملك من طعام. وفي الليل ذهب السلطان إلى الحقل وقام بنبشه، وفي الصباح جاء إليه الفلاح للاطمئنان على أحواله. كيف أصبحت يا أخي؟ أتمنى أنك نمت جيدا. أشكرك، لقد ارتحت، ولكن كان هناك كلب ينبح طيلة الليل. إن الكلاب كثيرة في هذه المنطقة، لابد وأنه كلب جائع جاء ليبحث عن بعض الطعام. ما العمل يا صاحبي؟ لا نحن ولا الحيوانات نستطيع تأمين طعامنا. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. قل لي، هل الضرائب التي يفرضها السلطان تثقل كاهلكم؟ أجل يا أخي، إنها فوق طاقتنا، فكما ترى لا حالنا ولا محصولنا جيد. ولكن لماذا لم تخبروه بحالتكم هذه؟ فلربما شعر بوضعكم. ومن يجرؤ على فعل ذلك؟
إنه لا يستمع إلى أي أحد، إنما يهمه هو كيف يزيد من ماله على حساب الفقراء أمثالنا. ربما يغير رأيه بعد أن يعرف وضعكم. صدقني يا أخي، إنه يعرف وضعنا ولكنه لا يأبه بأي شيء. لقد طلب مؤخرا من وزيره أن يقوم بجمع الضرائب من الناس، وإذا لم ندفع له فإنه سينزل بنا عقابا شديدا. أرأيت أقسى وأظلم من هذا الحاكم؟ حسنا، سأذهب إلى قصر السلطان بنفسي وسأطلب أن يصدر أمرا بإعفائكم من الضرائب، وسأطلعه على حالكم هنا. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، لا أريد أن أتعبك معي في ذلك. لا بأس. وسار الفلاح والسلطان إلى الحقل. ما هذا؟ من عبث بالأرض هكذا؟ قد يكون ذلك الكلب، لقد نبش الأرض برجليه، لابد وأنه يبحث عن شيء معين. عجيب، ماذا تراه يكون؟ لابد وأن شيئا يوجد هنا. سأقوم بالحفر وسأرى ما الذي خبأه ذلك الكلب. وفعلا أخذ صديقنا الفلاح يقوم بالحفر في الأرض إلى أن وجد صندوقا كبيرا. يا الله، ما هذا؟ إنه صندوق كبير، لقد كان موجودا في داخل أرض الحقل، ولكن ما الذي يمكن أن يكون بداخل الصندوق؟ صندوق؟ أرشدنا الكلب إليه إذن. افتحه يا أخي وانظر ما بداخله، لابد وأن فيه كنزا ثمينا، إنه من حقك لأنه في أرضك. لا يوجد شيء في هذا الصندوق، إنه صندوق فارغ كما ترى يا أخي، مجرد صندوق فارغ. ماذا؟ صندوق فارغ؟ ولما يدفن صندوق فارغ هنا؟ لا تعتقد يا أخي بأنني سأكون مسرورا لو كان هذا الصندوق يحوي كنزا. الحمد لله، أفضل البقاء على ما أنا عليه. لم يكن في الصندوق شيء، لقد كان صندوقا فارغا. أخذ السلطان يتأمل فيما جرى وكله ألم وحسرة، شعر أنه السبب في جعل شعبه يتألم. أستغفر الله، أسأل الله أن يغفر لي ما اقترفت من أخطاء في حياتي. هكذا إذن، حسنا. إنه أنا يا سيدي، أنا وزيرك وأرجو أن تسامحني. من؟ هذا أنت أيها الوزير؟ أجل يا سيدي، والحمد لله. لقد عرفت أخيرا يا سيدي بأن الغنى ليس في جمع المال أبدا، الحمد لله. جزاك الله عني كل خير، فعلا أنت وزير صالح، إنك نعم المستشار، ولو لم تفعل ذلك لما عرفت الصواب. وتعانق السلطان مع وزيره الحكيم. بعد هذه الحادثة توقف السلطان عن فرض الضرائب وأصبح كريما جدا، حتى أنه قام بتوزيع جميع ثروته على أفراد شعبه. منذ الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى عن بشر عاشوا في الماضي حتى نأخذ منها العبرة. كانوا جزءا من ماضينا ولنا حمل كنوزا كبرى من أحداث لا 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 من تاريخ لا 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 من أمثال ضربت حتى الآن لا 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 منذ زمان لا 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 وإلى الأجيال القادمة منذ الأزل كانت تروى منذ الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى عن بشر عاشوا في الماضي حتى نأخذ منها العبرة من أخطاء الغير نتعلم درسا مهما نمشي درب الخير حتى يصلح حال الأمة منذ الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى منذ الأزل كانت تروى
قصص وحكايات شتى عن بشر عاشوا في الماضي حتى نأخذ منها العبرات.